مدارها انطلقت كفكرة السنة الماضية ومع بالشراكة مع مندوبية شباب ورياضة تحت إشراف جامعة صفاقس ومندوبية السياحة لتنشيط الأجواء الجامعية والرياضية بجهة صفاقس، وكانت الدورة السنة الفارطة ناجحة على المستوى الجهوي. سنا قررنا انه ندعموا الفكره ونواصلوا فيها، وقمنا باستضافه فرق من الجامعات الكل من تونس اللي استجابوا في الحقيقه. هما عن المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بجربه وبسيدي بوزيد والمعهد العالي لعمر التمريض بتونس، مشكورين باش نكتسيوا الصيغه الوطنيه بمشاركه زاده فرق من الفتيان ومن الفتيات، بمشاركه المعهد العالي للتربيه البدنيه بصفاقس، وهذا كله يندمج ضمن دعم مسار الرياضة ومسار الثقافة في الجامعة التونسية. الأطراف المنظمة هو المعهد العالي لعلوم التمريض بالشراكة مع جميع المؤسسات الجامعية، هذا شيء مفروغ منه، لكن زاد تحت إشراف جامعة صفاقس، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، مندوبية الرياضة الجامعية والمدرسية، المندوبية الجهوية للسياحة سبايرنج تونيزيا، بلدية صفاقس، بلدية قرقنة، والشركات والمؤسسات الدعم، جزيرة قرقنة من درر الجمهورية التونسية، نحب نعرفوا أكثر بالجزيرة هذه بالجوهرة هذه، نروجوا لهذه الوجهة السياحية اللي هي فيها جانب ثقافي مهم جدا وجانب تراثي مهم جدا. ذكروا مرة أخرى التظاهرة سوف تنطلق يوم السبت على الساعة 2 29 أبريل 2023 بنزل الفاخر بقرقنة، والاختتام سيكون يوم 2 مايو يوم عيد الشغل. إن شاء الله مبروك علينا الكل بجزيرة قرقنة كيف كيف على الساعة 2 بعد الزواج.